هاي مشاهدينا حلقة جديدة من أوتوفوكس. عين بخاطر معنا مجديد بعد ما كنا شفنا المازدا ويك من فترة. عم نرجع كمان مرة جديدة مع المازدا ومع شركة عين بخاطر ومع الكوسي أو للشركة أنطوني أبو خاطر. هاي مجديد أنطوني. كيفك يا شرحان؟ صبا تراس كمان جديد عم نشوفه من مازدا. كنا شفناه بالمازدا ويك عم نرجع نشوفه هلا هو المازدا 3. بس كمان سؤال لك، عم ترجعوا كمان بأوفرات جديدة على السوق، شو السبب؟ دائما حابين الاشخاص يلي عم يتسمعونا، نعم، والاشخاص يلي على الام تي في يجيهم العرض الخاص والمميز. فكل فتره انتظروا مازدا ويك، هالفتره عنا عرض خاص وخاص كثير. اذا بتحب اقول لك عنه راح اكيد اقول لك عنه. اكيد عرض خاص ومحدود من شركه عين بخاطر على جميع انواع المازدا، من سيارات صغيره مصروفها كثير حلو، قسطها الشهري 299 دولار بالشهر، نوصل للسيارات العائليه الكبيره هي السي اكس 9 اللي عليه عرض خاص ومميز ومميز اللي هو 999 دولار بالشهر، 20% دفعة أولى، تي في آ تسجيل، صيانة على 5 سنين، كفالة على 5 سنين، أسيرانس على 5 سنين، كله بقلب السعر اللي عم بعطيكم إياه. هيدي السيارة بناخدكم سياراتكم القديمة بأسعار مدروسة، بنعطيكم سيارة مازدا جديدة يابانية 100%، تسجيل علينا مثل ما قلت، تي في آ علينا مع فايدة مميزة شبه معدومة 0.99% على 5 سنين. هالعرض موجود بكل صالاتنا بلبنان. بدي اطلب منكم تروحوا تزوروهم بطرابلس او بجبال او بنهر الموت او بجلد الديب او حتى بالشيح وبفردان، وهلا اليوم كمان بشتوره. حابب اعرفكم عن مدير المبيعات توني عبدو. توني مزور، كيفك؟ تمام. شو رايك بالاوفر اللي عم نعمله؟ يعني انا رايي معروف، اوفر هيدا انبيتبل اوفر. نحن بدنا من المشاهدين الكرام اللي بنحييهم، نحن بنحيي زبونات المازدا اجمالا الكل عم يسمعونا هلا بهيدا الاوفر اللي عم نعمله. نحن لازم يكونوا عم يستفيدوا الماكسيموم لانه بيمرق مره واحده، وهلا عم يمرق معنا بطريقه يعني لازم يكون الكل اللي عم يستفيدوا منهم، مش بس من زبوناتنا اللي عم يزورونا، يكونوا كمان عم يزورونا بكل صالات عرضنا اللي عم بيقولوا مسيو بخاطر. الاوفر هو 0.99%، يعني اذا بدك تدفع على مازدا 3 من هالنوع 399 دولار بالشهر، بتقسطها على 5 سنين، بتوقع كلنا قادرين على هذا القصة. عم تاخذ سياره يابانيه، اهم شيء سياره يابانيه. يعني بالسوق اللي عم نشوف فيه شركات عم بتصنع برات اليابان، نحن بعدنا مصرين بالمازدا انه نصنع سياره يابانيه. عم تهتم بالديزاين، سياره مثل هيدي فور دور سيدان، صحيح انه سياره بتفكروها سياره عائليه، بس الديزاين اللي عم يكون بالسياره هو شكل سبورت، يعني عم بيكون جن. نحن عم ندعي الشباب كمان لحتى يسوقوا المازدا. بهالشيب اللي من برا عم تشوفوا انه سياره فيها جنوطه مثل حيالها سياره سبورت، الاضاءه الضوء من قدام عم بيكون كمان، والشكل تبعها اجريسيف، بتحصل السياره هي سياره رياضيه. ومنتبهين على كل التفاصيل اللي فيها، يعني الضوء، اللوب، الالوجين، كل التفاصيل هودي اللي بيهم الزبون اللي هو بيحب يعني بيعرف ينقي سيارته. بدنا هلا نخبركم شويه تفاصيل اكيد عنها بالحلقه. توني بس نسأل سؤال، نيكولا تاخذين جائزه مهمه الكاستمر سيرفيس من مازدا، اخذتوها كبيست كاستمر سيرفيس 2010 وكمان بال 2011، قديش شو سر نجاحكم مع الزبائن؟ انا اسمي انطوني، خيطهم اسمه نيكولا. فسر نجاحها مع زبونات هو بدي اياكم تسالوا كل زبوناتنا يلي عم يسوقوا المازدا، وقفون سالون كيف سيرفيس عنا، كيف نهتم فيهم، شو بنعمل وقت يكون عندهم مشكله، شو بنعمل وقت يكون عندهم شغله بدهم يحسنوا سيارتهم او بدهم اكسسوار زياده على سيارتهم او عندهم قطع على سياراتهم، كل القطع متوفره. فهالشغله حب مازدا يدعمنا فيها ويعطينا كاستمر سيرفيس اوورد لسنه 2010 ولسنه 2011. وهالشغله ما بيعطوها هيك بطريقه هيك بطريقه مثل 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 غير شركات، بيعطوها بطريقه كثير مدروسه حسب احصاءات معينه. انطوني اكيد مزبوط. بتتم الدراسه تبعها. توني سريعا كلمه صغيره عن المازدا 3، اوبشنز كثير كثار، مش بس عن أكيد. الشكل الخارجي حكيت عنه أكيد. على السريع بس اذا بنسمي شو فيه اوبشنز من جوا غير الدي في دي وغير الانظمه اللي فيها كمان. هلا نحن اللي بدنا نضوي عليه هو مش انه سياره تيبترونيك وفيها ازاز كهرباء في المركز او صار كل العالم تعرفها، هيدي السياره بالتحديد لانها سبورت خلينا نكون من جوا فيها لوكس، حطينا فيها مالتي ميديا سيستم. المالتي ميديا سيستم هو فيه دي في دي، فيها جي بي اس، فيها تاتش سكرين، عندك بلوتوث، عندك ايبود للايفون ادابتر، يعني فيك كل البلاي ليست وكل الفون ليست اللي بتليفونك انت تكون نزلتها على السكرين اللي بالسياره. طيب شو رايك نتعرف على الاوبشنز كلهم اللي بالسياره بحلقه قادمه كمان رح يكون فيها مازدا 3 معنا؟ انطوني ثانك يو لوجودك، اكيد بنشوفك بكره اذا الله راد. مشاهدينا هلا صار وقت نشوف ريبورت خاص عن السيرفيس سنتر لعين بخاطر.
AN بخاطر بيرحب فيكن بأكبر وأضخم مركز خدمة وصيانة لخمس نجوم بلبنان. موقعه بوسط لبنان، 8 كيلومتر من بيروت و2 كيلومتر من جل الديب. بيتمتع سنتر ANB بأحدث المعدات والمكانات اللي بتأمن راحة البال للزبون. بيتألف سنتر ANB من 8 طوابق، أول طابقين لتصليح السيارة من الخارج بأحدث الطرق يلي هني بادي شوب وبينت شوب. الطابق الأرضي مؤلف من صالة لعرض سيارات مازدا ومن مكتب لتأجير السيارات. الطوابق الأول والثاني والثالث مجهزين لتصليح وصيانة السيارات ميكانيكيا، كما وأنه ضمن هالطوابق في غرفتين انتظار لراحة الزبائن هني وناطرين سياراتهم، بنفس الوقت عم بيشوفوا كيف عم تتصلح. الطابق الرابع مخصص لقطع الغيار. الطابق الخامس مواقف. جيبوا سيارة المازدا على سنتر خدمات ANB بلا موعد، صلحوها بأقل كلفة ممكنة